لا يعني انا ما عملتش عمليات تجميل قبل كده يعني، والحمد لله مش شايفه ان في داعي ان انا اعمل عمليه تجميل. طبعا يبقى ليا الشرف طبعا انا يعني اغني في السعوديه قدام جمهور السعوديه، يعني ده شرف كبير جدا ليا. فيديو ليكي انتي ومصطفى وهو بيقول كارمن صوت مصر، ايه اللي خلاه فجأة يقول كده؟ هو فعلا شايف من وجهة نظره ان كارمن سليمان صوت مصر، ولا كان هو بيقارن ما بينك ما بين انغام وشيرين؟ الموضوع ده نسبي جدا جدا وليه علاقة بالجمهور اكتر يعني، مش بأي حد يعني. كارمن برحب بيكي معايا فوان، تتكلميني النهارده عن حضورك. هاي، ايه الاخبار؟ مبسوطه ان انا النهارده جايه اعمل بيرفورمانس، ويعني ان شاء الله الناس تتبسط وتبقى ليله حلوه. كلميني كده عن التجميل في حياه كارمن، مهتميه ازاي بجمالك، وهل فعلا متابعه عمليات تجميل والكلام ده ولا لا؟ لا يعني انا ما عملتش عمليات تجميل قبل كده يعني، والحمد لله مش شايفه ان في داعي ان انا اعمل عمليه تجميل، وراضيه عن شكلي تماما، وبحاول بقى ان انا احافظ يعني، يعني ده اللي انا بحاول اعمله. دايما كارمن الكليبات بتاعتها مختلفه، تصوير مختلف، هي بتطلع بزي مختلف، مره فرعوني، مره رسمه العين معينه، بتهتمي بالتفاصيل دي؟ بتفرق معاكي وانت بتعملي الكليب، ولا في ناس معينه هم اصلا المسؤولين هم اللي بيعرضوا عليكي الفيلم؟ بيبقى تيم ورك يعني، بنبقى فريق بنشتغل على الموضوع كله، مش انا لوحدي ولا المخرج لوحده ولا الستايلست لوحدها، بنقعد وبنتكلم وبنشوف ايه احسن حاجه، وبنوصل لحاجه في الاخر ترضينا كلنا، وتكون يعني بقدر الامكان حاجه يعني مش حاصله قبل كده، والحمد لله بنوصل في الاخر لنتيجه حلوه. شفت فيديو ليكي على الاكونت الانستجرام، انت بتعملي اعاده توزيع لاغنيه يا جمالك، صح كده؟ ايه اللي خلاكي تفكري ان انت تعملي لها توزيع جديد؟ علشان الاغنيه اول ما سمعتها من عزيز شافعي كانت كده يعني، كانت بالشكل ده، كانت كمان على العود، فحسيت ان انا يعني كان نفسي ان انا اغنيها بالشكل ده، وعملتها مع ماهر الملاخ، والحمد لله يعني عجبت الناس قوي يعني، ما كنتش متوقعه ان هي هتنافس الاغنيه الاصليه يعني. كارمن من ساعه ما خرجت من برنامج مسابقات عرب ايدل وهي عارفه خطواتها مدروسه، يعني من اكتر النجمات اللي لما خرجت من برنامج مسابقات ما قعدتش ما فكرتش ايه الخطوه اللي انا عايزه، لا كنت بس خطوه بخطوه على طول. ده فعلا كنت محضره له وانت في المسابقه ولا لا؟ لا الحمد لله عموما على اللي انا وصلت له، بس لا اكيد ما كنتش محضره له، وما كنتش عارفه انا ايه اللي جاي، هطلع اعمل ايه، بس لما خلصت ودخلت بقى في الجد وكده، كان اهم حاجه عندي ان انا اعمل الحاجات اللي انا حباها، وفي نفس الوقت اكون على طول متواجده يعني. فيديو ليكي انت ومصطفى وهو بيقول كارمن صوت مصر ايه اللي خلاه فجأة يقول كده؟ هو فعلا شايف من وجهة نظره ان كارمن سليمان صوت مصر، ولا كان هو بيقارن ما بينك ما بين انغام وشيرين؟ بصي انا مش فاكره السؤال كان عامل ازاي، هو كان بيرد على سؤال، بس يعني هو يعني رد اللي هو عايز يرده يعني، فهو تمام يعني، بس انا كان ردي انه هو الموضوع ده نسبي جدا جدا وليه علاقه بالجمهور اكتر يعني، مش بأي حد يعني. سؤال اخير، شفتي طبعا ليله الدموع، اتعمل حفله لكاس التسعينات، اتعمل حفله اخيره عفاف راضي ومحمد الحلو، شفتي الحفلات ازاي وبتتمني ان انت تبقي موجوده على المسرح؟ حلوين جدا طبعا، اتبسطت بيهم قوي واستمتعنا بيهم كلنا، وطبعا يبقى ليا الشرف طبعا انا يعني اغني في السعوديه قدام جمهور السعوديه، يعني ده شرف كبير جدا ليا، والحمد لله انه يعني ان ليا عدد لا باس به من الجمهور يعني هناك، فاكيد هبقى مبسوطه قوي لو غنيت قدامهم. ضد او مع الذكاء الاصطناعي؟ مع يعني اكيد مش ضد يعني، بس يتوظف صح يعني. ميرسي ليكي يا كارمن، ميرسي، ثانك يو.